وزارة الصحة بالحكومة المقترحة تسلم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى بنوليد العام. افتتاح المعرض الأول للكتاب بالمركز الثقافي في زوارة. وفي قضية اليوم نناقش تأثير الأوضاع الأمنية الأخيرة في الجنوب على حياة المواطن. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. جرى تسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى بنوليد العام خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالحكومة المقترحة محمد هيثم للمدينة. وعقد وكيل الوزارة والوفد المرافق له اجتماعا مع إدارة المستشفى للوقوف على المستجدات والعراقيل التي تواجه سير العمل ومناقشة أهم مشكلات إدارة الخدمات الصحية والمراكز الصحية في المدينة. كما جرى افتتاح الصيدلية المركزية بالمدينة والاطلاع على المواقع التي تخضع للصيانة مثل مخازن الإمداد الطبي التابعة لإدارة الخدمات الصحية. قامت وزارة الصحة بالتعاون مع الزملاء إدارة المشروعات وإدارة المستشفيات وإدارة الصيدلة بالتنسيق مع المجلس المحلي بنوليد لتوفير احتياجات المستشفى من أجهزة ومعدات ومستلزمات. وبدأ ذلك من مدة ماضية حوالي شهر، تم توفير عدد من الأجهزة التي تساعد أهل المدينة في تلقي الخدمة داخل المستشفى، وكان آخرها اليوم جهاز تصوير مقطعي تم توريده وحيتم تركيبه بإذن الله خلال المدة القادمة. بالإضافة إلى قام جهاز مركز تطوير مراكز إدارية مشكورين بالاستئناف المشاريع المتوقفة من سنوات ماضية، واستؤنف المشروع قبل شهر تقريباً بفضل جهود المجلس المحلي ووزارة الصحة. وبالإضافة إلى الخبر الجيد أن اليوم حيتم افتتاح صيدلية مركزية بني وليد والتي توفر الدواء للمواطنين بالمدينة مجانا. انطلقت أعمال الصيانة في مخازن الإمداد الطبي بني وليد من قبل صندوق دعم وتحقيق الاستقرار. وذكر المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد أن أعمال الصيانة ستشمل مخازن الأدوية ومبنى الإدارة التابع للمخازن، ومشيرا إلى أن هذه المدة مدة الصيانة 120 يوما. أضاف المكتب الإعلامي أن مشروع الصيانة جاء بدعم من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. انطلقت صيانة مخازن الإمداد الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية بني وليد بعد الاتفاق مع منظمة أو صندوق إعادة الاستقرار التابع للأمم المتحدة، وبعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة لهذا المشروع بدأت الشركة فعليا بفضل الله بالبدء بهذا المشروع. إلى حد الآن الشركة تعتبر قائمة بعملها على أكمل وجه، بدأت في المشروع والمشروع جاء على عدة مراحل مع متابعة مكتب المشروعات التابع لإدارة. افتتح في مركز مصرات الطبي قسم جديد للنساء والولادة والأطفال صباح الثلاثاء بحضور وكيل وزارة الصحة ومديري الإدارات ومدير مركز مصرات الطبي. تجدر الإشارة إلى أن قسم النساء والولادة لم ينشأ حديثا ولم يكن بمبنى مركز مصرات الطبي، وإنما جرى تغيير مكانه بالكيفية التي كان عليها بإيجار مبنى خارج المركز. نظمت منظمة تالسا بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ندوة علمية عن مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه بمدينة زوارة. الندوة استعرضت الأعراض التي قد تظهر وطرق الكشف، كما حثت النساء والكشف الدوري لهم خاصة ما دون سن 35 عام. شرفت بإلقاء محاضرة لاكتشاف مبكر لسرطان الثدي، وحاولنا أن نحن نفهم السيدات كيف يقوموا بالكشف الذاتي الدوري الشهري بأنفسهم وأمتى يتجهوا للطبيب وللكشف المتقدم. فهذه رسالتنا، نحن نحاول نوعوا الناس بالكشف المبكر، لأن طبعا حالات نسب الشفاء في الحالات في الاكتشاف المبكر يوصل إلى 100%، ونسبة الوفيات في المراحل المتأخرة طبعا عالية جدا، ومعدل انتشار المرض نفسه عالي جدا، فإن شاء الله نكون وصلنا صوتنا ضبط مركز شرطة باب الزيتون بطبرق أدوية منتهية الصلاحية خرجت عبر منفذ مساعد البري. وقال مصدر أمني للنبأ أن الأدوية منتهية الصلاحية خاصة بالأطفال وجرى إعدامها بإشراف النيابة العامة في طبرق، ومضيفا بأن السيارة ضبطت وسائقها موقوف على ذمة التحقيق. ويشهد منفذ مساعد البري انفلاتا أمنيا نتيجة غياب قوة أمنية وعسكرية منضبطة.
أطلقت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة خدمة عرض صور ومراجعة أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني لطلبة شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الماضي. وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة رمضان الغضوي عبر صفحة الوزارة على فيسبوك إنه بإمكان الطلاب أو أولياء أمورهم مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من درجات المتحصلين عليها بالامتحان النهائي، وكذلك التحقق من درجات أعمال السنة عبر موقع نتائج الامتحانات. ومن جانبه أكد مدير المركز الوطني للامتحانات جمال الفردع أنه يحق للطلاب التقدم بتظلم خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان الذي صدر الثلاثاء. افتتح صباح الثلاثاء المعرض الأول للكتاب بالمركز الثقافي في زوارة وبمشاركة مكتبة الرسالة بتنظيم وإشراف نادي الكتاب بالمدينة ودار الرواد وأنوار المعرفة في طرابلس. ويشارك في المعرض مكتب مركز دار الثقافة في زوارة حيث يجري تقديم مجموعة من الكتب القديمة والجديدة. كما يستمر المعرض لثلاثة أيام متتالية، ويشهد المعرض أقبالا كبيرا من القراء من مختلف أعمارهم وثقافاتهم. عضو بنادي الكتاب زوارة سلسبيل العطوشي: عن طريق ان لما نمشي المكتبات او شيء هنا في زوارة ما نلقوش الكم اللي نبوه من الكتب، من حتى من التخصصات ككتب تخصصيه على حسب التخصصات اللي عندنا في الجامعات. فجت الفكره عرضتها على مدير معرض نادي زوارة الكتاب اللي هو محمد عبزه، رحب بالفكره. هنا بدينا نخدم على الموضوع، بدينا شويه شويه فريق، نفر اثنين زوز، بعدين ما شاء الله كبر الفريق. الهدف منا اللي هو نورونا في كتب غير طبعا الأغلب أونا محددات أو محصورات في جهة واحدة. وقف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر على سير عمل السجل المدني بوادي عتبة بغية تقييم الاحتياجات والصعوبات التي يواجهها المرفق. وذكر مدير المكتب بوادي عتبة صالح السعيدي إنهم يعانون أوضاعا صعبة في ظل الخلل الحاصل في شبكة الإنترنت والنقص الحاد في المستلزمات الخاصة باستكمال أعماله. اليوم في تشرفنا رئيس مصلحة الأحوال المدنية أستاذ محمد بالتمر في زيارة ليه، وعرضنا عليه بعض المشاكل اللي نعاني منها في المكتب من خدمات الإنترنت والصيانات وبعض المشاكل اللي تواجهنا في الإدراج وفي كل ما يتعلق بأمور السجل المدني. انطلقت في مدينة جالو حملة ترميم الحفر بالطريق السريع، وتبتدئ المرحلة الأولى من الهلال الأحمر إلى المجمع الإداري تحت إشراف لجنة العمل التطوعي جالو، وتجرى الحملة بدعم تطوعي من شباب المدينة. وأكدت اللجنة المشرفة على الحملة عدم توفر معدات وآليات ضرورية لرصف الطرقات بعد معالجة الحفر. وتجري الحملة التطوعية بمساهمة من شركة الدوسر وشركة النظافة، وطلبت رئاسة اللجنة بتقديم الدعم المادي من أجل الاستمرار في العمل. أطلق أعضاء من جمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة طبرق حملة لتنظيف وطلاء لشارع حي السنينات بالمدينة. الحملة التي نظمها أعضاء الجمعية تستمر حتى نهاية الأسبوع احتفالا بعيد التحرير. وذكر المنظمون للحملة أن الشهر الماضي شهد تقليما للأشجار وتنظيف وطلاء الرصيف بحديقة مركز الشرطة في إطار تجميل المدينة. في نالوت انطلقت الثلاثاء بالمدينة فعالية برنامج التوعية حول الإرشادات المرورية بمختلف المؤسسات التعليمية داخل المدينة للموسم السابع على التوالي. البرنامج يجري بإشراف قسم العلاقات العامة بمديرية الأمن الوطني نالوت تحت شعار التوعية وقاية، وذلك بإلقاء المحاضرات النظرية والعملية إضافة إلى عرض شريط مصور عن كيفية احترام إشارات المرور. ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة احترام إشارات المرور وكيفية عبور الطريق من وإلى المدرسة ورفع مستوى الثقافة والوعي المروري لدى التلاميذ وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض. ويستهدف البرنامج هذه السنة تلاميذ المدارس الابتدائية بمنطقة نالوت من الصف الأول الابتدائي إلى غاية الصف السادس. برنامجنا يستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وخاصة تلاميذ الصف الأول والثاني باعتبارهم يعني
ناس يعني أطفال جدد على الطريق ممكن مش ملمين بقواعد وإرشادات المرور، وتركيزنا دائما على العبور الآمن للطريق، وذلك لتفادي حوادث الدهس اللي دائما ضحاياها من التلاميذ أو الأطفال الصغار، بسبب أن الطفل الصغير يعني مش عارف كيف يقطع طريق أو يعبر. شهدت مصر مساء الثلاثاء أمطارا رعدية غزيرة تسببت في عرقلة حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، هذا وقد تسببت الأمطار في إغلاق بعض الطرق الأخرى بسبب أزمة شبكة الصرف الصحي. يذكر أنه في كل موسم أمطار يجري التعامل مع المياه الراكدة عن طريق الشفط بالآليات المخصصة لذلك دون الاعتماد على شبكات الصرف الصحي. أكد رئيس لجنة المكلفة من قطاع الإسكان والمرافق بسرت رافع الجاسي عذرا استلام أكثر من 3150 ملفا لمواطنين تضررت مساكنهم نتيجة حرب تحرير سرت من تنظيم الدولة في 2016. الجاسي أكد تواصل العمل الأسبوع الثاني باستلام ملفات من أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، ومضيفا بأنه جرى وضع خطة منظمة لاستلام ملفات المواطنين، وحدد يوم الأحد والاثنين لسكان وسط المدينة ويومي الثلاثاء والأربعاء للمناطق خارج المدينة. أظهر مقطع وفيديو نشره مكتب الإعلام بالخطوط الليبية بنغازي عبر فيسبوك مشادة كلامية بين عدد من المسافرين وقائد إحدى طائرات الخطوط المتجهة من مطار أتاتورك باسطنبول إلى مطار بنينة في بنغازي، وذلك بسبب تأخر إقلاع الطائرة وبقاء المسافرين لساعات طويلة في المطار رغم حصولهم على تذاكر الصعود. أنا جيت المحطة قلت لهم هاي وين الكابل؟ يقول لي تموين ويجيبوا لي الكابل. تمام؟ فيش تموين؟ قالوا لا والله التموين ما فيش، كيف نطلع من غير أكل وسكر؟ ما كابش ندرمني من البارح والعشية. جابوا تموين. بس بدي أعرف بعد ما تجي تصير مشكلة. بعدين الطيارة في القانون ما تطلعش من الأكل معروفة. هي شكرا احتراما. حبيبي. لا. ما جاني حد ما عدلش علي ما عبرني حد. طبعا الساعات يمشي انا نخدم ساعات من 11 ونص لعند الساعه 7 ونص الصبح كم لي ساعه مصبي خلاص كثير من اعطيني 6 ساعات من القدر بس مفروض نحن نشوف العائلات اقامت جمعيه الهناء الخيريه في كليه الاداب في مدينه الاصابع حفل تكريم للايتام المتفوقين، وبحسب القائمين على الحفل فإن البرنامج كرم خلاله عدد من الطلبة المتفوقين بالكلية وبحضور عميد بلدية الأصابعة وأعيان وحكماء مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة. تحت رعاية جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام لتكريم الأيتام المتفوقين على مستوى هذه البلدية والذين يتبعوا جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام، وقد بلغ عدد الأيتام المتفوقين لهذا العام 102 يتيم، وقد حضر هذا الاحتفال ضيوف من خارج المنطقة من الزاوية ومن زليطن ومن باطن الجبل ومن يفرن، كلهم حضروا هذا الاحتفال. حلت الذكرى السابعة لإعلان تحرير ليبيا، وهي يوم سطر بالذهب وخط بدماء الغاليات، فيه تشرئب الأعناق وتكتحل الأحداق وتشحد الذاكرة صورا وأطيافا لغائبين حاضرين صاغوا تفاصيله وعايشوا مرارات أفضت في النهاية إلى وطن كل أجزائه محررة. من مدينة زوارة نستذكر يوم 23 وحديث عن ذكريات الثورة. سينا غنوض الحق حيمد نوض المرحلة. في الحقيقة لا أعلم هل وصلنا إلى مرحلة سيئة أم لا، تشعر أن الباطل هو الذي طغى على الحق، وهذا الكلام مقلق كثيرا.
عند إرجاع شريط الذكريات إلى الخلف وإلى الناس الذين ضحوا من أجل هذه الثورة. ترك شريط دفر العباد إلى ضحان في منزل موتنا في خضر من شرطوه كان الناس نشنين فول خزيو من نفس نسن دي سيد نفس نسن دي سيد. يعني هناك أناس كانوا موجودين منذ البداية وهناك من ظهر بعد ذلك فقلبوا الوضع وخلطوا الأمور. هل نحن في ذلك الوقت كنا نرى أن ليبيا للجميع وأننا سنبدأ مع بعضنا ونرى مستقبلا واعدا بأن نحظى بتعليم جيد وحياة جيدة؟ في الحقيقة هذا الشيء لا يعني أننا نادمون، بل هو شيء نفتخر به والتاريخ يسجل، يعني هذا تاريخ. ولكن كل ما نتمناه وأنا بالذات أتمنى أن نستيقظ. نحن دخلنا في متاهة أو نعيش في وهم بعيد جدا عن الواقع. لا أعلم أهلنا كيف يفكرون. صحيح أن الوضع أصبح صعبا جدا، لكن هذا لا يعطي العذر، فليس مقنعا بالنسبة لي. فنحن لا نكذب بل صادقون عندما نتظاهر من أجل الوطن. ليس بعد مرور عامين أو ثلاثة ننسى الذي خرجنا من أجله في ذلك الوقت، بسبب أن هناك أحداث متسارعة وأمور جديدة حدثت، وكل شخص حاول أن يعيش لنفسه فقط. أنا لست ضد أن يعيش الشخص لنفسه، يعيش لنفسه، لكن في الوقت نفسه يعيش لوطنه ويعلم ابنه أنه هو أيضا يجب أن يعيش لنفسه ويعيش لوطنه. دايم نضفت الأسف أن أنت تنقذ معدن ميداني مب. وأهم شيء نظافة القلب ومعادن الناس النظيفة التي للأسف تغيرت. قد يكون هذا التغير شيء طبيعي نتيجة للظروف الصعبة ونقص الإمكانيات. سنخشى أن يجي أنفغ سوبريض الرئيسي شارط ونفغ فلاسة السمزوة، ولكن هذا كله ليس بالعذر الذي يجعلنا ننحرف عن المسار الصحيح وعن المسار الذي خرجنا من أجله في البداية. في الحقيقة أتمنى من كل من يسمعني الآن للحظة فقط أن يعيد شريط ذكرياته وأن يتذكر أحبابه والذين استشهدوا. رسالة أخرى للذين استشهدوا، إننا ما زلنا على الطريق، على الأقل أنا ما أزال على الطريق نفسه إلى أن أموت، سوف أبقى على هذا الطريق. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. تأثير الأوضاع الأمنية الأخيرة في الجنوب على حياة المواطنين. يعاني المواطنون في مرحبا بكم طبعا مشاهدينا الكرام من جديد. يعاني المواطنون في مناطق الجنوب الليبي عددا لا حصر له من المعوقات التي أثرت سلبا على حياتهم وزادت من معاناتهم المعيشية. ورغم نداءاتهم المتكررة للم الشمل وتجنيب المدنيين وويلة الحرب وصراعات السياسة، فإن مطالبهم تواجه باللامبالاة، وهو ما أفضى لاستمرار أمد الأزمات.
فهدوء حذر وتعثر لجهود المصالحة بين أطراف النزاع ووضع إنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر. هكذا يحظر الجنوب الليبي على المنصات الإخبارية في كثير من الأحيان. مناطق الجنوب التي ما فتئت تسترد أنفاسها بعد حرب أهلية استمرت ردحا من الزمن وتسببت في ترويع السكان وتهجيرهم، لم تشهد الحالة المعيشية فيها أي بوادر للتحسن في ظل نقص السلع والوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. في العراء وبين كثبان الصحراء وجبالها يتلقى هؤلاء الطلاب في تدارات الأكاكوس أحرفهم الأولى، وهو مشهد ربما أنكر كثيرون وجوده في بلد غني بالثروات والموارد. وعلى جانب آخر من الجنوب كذلك تهدد الاشتباكات المتكررة العام الدراسية بالضياع. التلاميذ يستشرفون آفاق مستقبل لا ذنب لهم في صياغة حاضره وسط نقص الكتب وصعوبة الوصول إلى المرافق التعليمية، فضلاً عن التهديدات الأمنية، وهي تحديات تضاف إلى أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء. وبينما ينتظر بعض المواطنين الغيث النافع، يغرق آخرون في سبها رويداً رويداً بالمياه السوداء. نقرب نغرق بروحنا، احنا قريب من الوحوت وصل المجاري، فهمتني؟ لا في حكومة تردع لنا، لا في لا مجلس نواب، لا شو اسمه مجلس بتاع شو اسمه سراج ولا ما سراج، لا عقيل صالح، هذا كلهم جنوب، هذا منسي منسي منسي. وعلى جانب آخر من المشهد أوقفت سلسلة الاحتراب التي ضربت النسيج الاجتماعي المراكز الحيوية والمستشفيات في المنطقة، وتركت المواطنة أمامها صفر اليدين. ليست الأوضاع المعيشية وحدها ما يقض مضجع المواطنين في الجنوب، لكنها تضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات الخانقة ومطالب غالباً ما تصطدم بواقع اللامبالاة على أعتاب الجهات المسؤولة. ورغم كل ذلك يحاول السكان تذليل الصعاب راجين أن يعم السلام مناطقهم المكلومة. هذا وخلص مؤتمر مكونات الجنوب الليبي المنعقد الثلاثاء في مدينة هالة تحت شعار معا لبناء دولة القانون والمؤسسات والسلم والرفاه، خلص إلى مجموعة من التوصيات أهمها بناء هيكلية فاعلة للمؤسسات العسكرية والأمنية والتنسيق مع الدول المجاورة في مختلف الجهود الأمنية. هذا ودعا المؤتمر في بيانه الختامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات من شأنها ضمان الأمن والاستقرار واحترام عملية الانتقال الديمقراطي ودعم البناء التشريعي في ظل ما يضمن السيادة الليبية، إضافة إلى دعوة الجهات الدولية المختصة للمحافظة على الأرصدة والاستثمارات الليبية في الخارج. بناء هيكلية فاعلة لمؤسسات الدولة السيادية والتنسيق مع الدول المجاورة في مختلف الجهود الأمنية وعلى الأخص الجنوب الليبي. 2. العمل على إيجاد آليات الحوار الوطني الشامل لجميع المناطق والقبائل من أجل مصالحة سياسية واجتماعية ووطنية شاملة. 3. العمل على رفع معاناة المواطن الليبي وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشكلات الاقتصادية ومعالجة ارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة وإخفاء. وللمزيد مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط المدني حمدان صالح من مدينة أوباري. مرحبا بك سيد حمدان. قضية اليوم في العاصمة، نتساءل عن تأثير الأوضاع الأمنية على المنطقة الجنوبية بشكل عام. إذا أخذنا أوباري على سبيل المثال، كيف يمكن وصف الوضع في مدينة أوباري؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا على هذه الاستضافة. أنا حابة أنوع بالسيد الفاضل بخصوص الوضع المر في الجنوب بشكل عام. أنا ممكن أنا بحكم كناشط مدني على أشياء معينة بخصوص الوضع لا توجد بصمات لحكومات حكومة الدولة بشكل واضح. الجنوب دائما يتنازل، الجنوب الآن يحترم أجل الفزان، يحترم المنطقة الغربية كذلك المنطقة الشرقية. هناك سؤال يطرح لنفسه، المعالي وزير الصحة المفروض يكون معنا في المداخلة دي. وزير الصحة محسوب على فزان. الوضع الصحي
كاد ان يغلق المستشفيات بشكل عام يعني في الجنوب. والجانب الثاني جانب التعليم، جانب التعليم في ازمه هي تعتبر عائق اساسي. الازمه السيوله، عدم توفير السيوله في الجنوب، كذلك في منطقه اللي موجود فيها منطقه بلديه اوباري في ازمه سيوله، طبعا في مدرسين موجودين من منطقه الغريفه يدرسوا في منطقه اوباري مسافه 20 كيلو. ما عندهمش كيف امكانيه يمشوا لاوباري، لان السيوله ما فيش. البرميل البنزينة وصل اكثر من 55 دينار ال 20 لتر. هذه من ضمن الازمات اللي مروا فيها. والشيء الثاني يا استاذ الفاضل انا حابب نتكلم فيه بشكل واضح. الوضع على الجنوب بشكل عام يعني الان الاهل فزان اتخذوا قرار. ان شاء الله غدا في 25 اكتوبر حيكون في موقف من اهل فزان وتنادوا وتنظم حراك وسمي حراك فزان. حراك هذا ممكن حيشتغل بنقاط معينه، رسائل توجه الى الحكومه الوفاق وكذلك البرلمان. هو حراك يهدف بمطالب، مطالب مشروعه واقعيه، اصلا مش المطالب حاجه اساسيه، احنا ما مش طالبين، طالبين كملف الامني بالدرجه الاولى، الان في ازمه الامن في الجنوب. الان جهه المنظمه تتعارض في ملف الامني. قرارات من القيادة العامة وكذلك من حكومة الوفاق، لكن لا توجد ترجمة على أرض الواقع. نطالب بحاكم عسكري منطقة فزان على الأقل لمعالجة الأمور التي موجودة في الحدود، إن في عصابة عبر الحدود. ويعني الوضع يعني الوضع سيء جدا لدرجة يعني غير عادية. الآن احنا الحق للشرارة، احنا لما نمشوا الحق للشرارة مش طالبين كحق للشرارة، هذا قوت الليبيين، لكن ليس لدينا اي وسيله للضغط للحكومه. هو الحق والحق للشرارة لكي يوصل صوتنا الى الحكومه. وسيد عمضة باحترامي ليه كمعروف وزير الصحه وزير النفط تجاهل المطالب اهل فزان، كذلك السراج تجاهل المطالب اهل فزان. هنا السؤال يطرح هل المشكله في التمثيل المسؤولين اللي مثلوا في الجنوب الليبي أو المشكلة من هذه المبادرة فيها يعني أجندة معينة من الأساسة من المسؤولين الدولة هم اللي متجرين أوضاع الجنوب؟ يعني أنا يعني السؤال أنا طالب يعني وزير الصحة يخش معنا في هذه المداخلة أو وزير الداخلية. طيب سيد حمدان، يعني نفهم من كلامك أن المشكلة في الجنوب منقسمة إلى ثلاث أقسام، القسم الأول هو الجانب الأمني والوضع المتردي، والقسم الثاني هو كما قلت حضرتك الوضع الصحي والمستشفيات مغلقة، والقسم الثالث هو جانب السيولة. هل يمكن حصر المشكلة المستفحلة بالجنوب تحت هذه الأقسام الثلاثة؟ والله نحن كأهل فزان، أنا ليس مخول بصفتك أن أتكلم باسم فزان، لكن أنا أتكلم خصوصا على الوضع اللي ممكن اني عايش فيه في فزان. هو الوضع سيء جدا. تكلمنا تواصلنا مع جهات ذات اختصاص الموضوع يعني مثل وزاره الداخليه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الحكم المحلي، طلبنا لحل حاله الاوضاع اللي موجوده في الجنوب. كذلك قدمنا مذكره للسيد سراج، طلبنا في تعيين حاكم عسكري منطقه الجنوب، وطلبنا من البرلمان تعيين حاكم عسكري. عينوا مده اللي فاتت العميد مبروك الغزوي، لكن لا يترجم يعني لا توجد طموحات القياده العامه في جنوب الليبي. كذلك الحكومه الوفاق دائما نسمع من وعود من رئيس تو حنشكل لواء حيتم تامين الحدود تامين الجنوب، يعني لا حيال امتدادي. نحن كاهل فزان نطالب، يعني السؤال هذا يطرح يا استاذ الفاضل يطرح للمسؤولين، هل الفزان تهمكم؟ الان الفزان يعني في حق الشرارة وحق الفيل اكثر من 300 الف برميل يومي، يعادل في عدد اكثر من 30 مليون دولار يومي. نحن طالب اقل حاجه ايراد يوم واحد فقط يعني لمنطقه الفزان. طيب سيدي الكريم، يعني حتى اذا اردنا ان ناخذ هذا الموضوع أو نوضحه بشكل أكبر للمواطن، إذا تناولنا هذا الموضوع بنسبة مئوية، بنسبة مئوية ما هو أو كم تبلغ نسبة غياب الدولة عن تلك المنطقة
والتي هي جزء من الجغرافيا الليبية بنسبة مئوية، كم الدولة غايبة سواء في الغرب أو في الشرق، غايبة عن المنطقة الجنوبية؟ هي أستاذي الفاضل، أنا قلت لك من البداية لا توجد بصمات حكومة الوفاق في أفغانستان. يعني نقدر نقول 100% الرئاسي غايب، ونفس الشيء البرلمان غايب بنسبة 100% على المنطقة الجنوبية؟ نسمع من استنكارات وتعيينات، لا قرارات معسكر الجنوب، قرارات على أرض الواقع، لكن لا يوجد ترجمة العمل الصحيحة على أرض الواقع. يعني بنسبة مئوية كم؟ أنا عن نفسي يعني نعطيها 100%. 100% الدولة غائبة سواء الرئاسي أو البرلمان عن المنطقة الجنوبية. غائبة، عصابات عبر الحدود الآن مسيطرة في بعض مناطق الحدود. وين الدولة؟ قبل أكثر من 5 أيام كان في صراع على جهة أم رانب. طلبنا من حكومة الوفاق، وصفنا بعض المسؤولين المخولين من الدولة، طلبنا منهم تشكيل قوة. لكن أحيانا امتنالي تجاهل فقط، استنكارات فقط، لكن الوضع صحيح. الترجمة يعني لا توجد بصمات للحكومات التي تمثل في الدولة. يعني مثلا السيولة من كم ما وصلوش للجنوب؟ بكم لها؟ شهر، شهرين، 5 شهور؟ والله السيولة هي في أزمة. يعني خلينا نتكلموا بالعامية خير. احنا في العيد الأضحى اللي فات جت السيولة أكثر وأكثر من 3 شهور 4 شهور. تجي قيمة كل شخص يعني يسحب 300 دينار. والأضحية تساوي 1500. كيف تعالج الموضوع هذا؟ أكثر من 5 شهور احنا الآن السيولة مش موجودة يعني في الجنوب، جميع المطار. طيب شكرا جزيلا لك. عموما هذا الموضوع ربما يحتاج إلى يعني حلقات لتناوله. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الناشط المدني حمدان صالح من أوباري. شكرا. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل فقرات الرياضة وأحوال الطقس والفقرة الاقتصادية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بزملائنا الذين انضموا إلينا الآن، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق الشمال، واجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة والجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني تحضيرا لمواجهة السيشل. الدينار الليبي يحافظ على استقراره أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض العملات، حيث يشهد الدينار الليبي يعني محافظ استقراره أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، وبداية بسعر الدولار ويستقر عند 5 دنانير و540 درهم، في حين يستقر الدينار الليبي أمام اليورو عند 6 دنانير و320 درهم. أما الجنيه الاسترليني فيحافظ على استقراره عند 6 دنانير و980 درهم، والدينار التونسي انخفض عن سعر العراقي السابق عند الدينارين مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن بشكل عام، نلاحظ استقرار في معظم الأصناف، أصناف المعادن، بداية بأذاب عيار 24 والذي يحافظ على استقراره عند 211 دينارا للجرام الواحد. أما عيار 21 فقد استقر عند 180 دينار، وعيار 18 يحافظ على استقراره عند 158 دينار، بينما يحافظ الفضة أو تحافظ الفضة على استقراره عند الدينار و950 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ أن لم يطرأ عليه تغير ملحوظ، بدءاً بسعر كيلو الكسكسي الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم للكيلو الواحد، في حين تستقر المكرونة عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على استقرار عند 4 دنانير و500 درهم، وزيت الذرة يستقر عند 5 دنانير و500 درهم للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم، ونلاحظ هنا استقرار في معظم الأصناف، بداية بكيلو الخروف الذي يستقر عند 34 دينار، لحم البقر يحافظ على استقرار عند 26 دينار للكيلو،
ولحم الإبل يستقر عند 30 دينار، بينما انخفض لحم الدجاج إلى 14 دينارا للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات ونلاحظ هنا استقرار في سلعتي البصل والبطاطا حيث يستقران عند دينار و500 درهم لكل منهما للكيلو، وبينما انخفض كيلو الطماطم إلى الدينارين، في حين ارتفع كيلو الخيار إلى 4 دنانير و500 درهم للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن من يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليك أنس وباقي الزملاء. شكرا جزيلا لك الزميل مهيب على هذا الاستعراض الاقتصادي. الآن نستعرض أخبار الرياضة مع الزميل عبد الرؤوف الريان. مساء النور. شكرا كثيرا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها معكم من آخر أخبار المنتخب الوطني، حيث من المقرر أن يجتمع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري اليوم الأربعاء بالطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني والمدير الجديد للفرسان، وسيخصص الاجتماع لمناقشة معالم المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني، حيث سيواجه الفرسان منتخب سيشل في منتصف الشهر القادم بالعاصمة فيكتوريا. نبقى في آخر أخبار المنتخبات الوطنية، حيث باشر المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحضيراته بالعاصمة طرابلس قبل مشاركته الأسبوع القادم ببطولة شمال إفريقيا. وسيخوض المنتخب الوطني للناشئين الذي يضم مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة تدريبات يومية حتى موعد السفر لتونس في الأول من الشهر المقبل. من جانب آخر، زارت لجنة معاينة الملاعب بالاتحاد الليبي لكرة القدم بالمنطقة الغربية والجنوبية، زارت ملعب نادي الوحدة بمنطقة باب الغشير، وتأتي هذه الزيارة في ختام زياراتها لملاعب المنطقة الغربية للوقوف على مدى صلاحيتها فنيا وجاهزيتها لاستقبال مباريات الموسم الرياضي الجديد للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. في أخبار الأندية الليبية، خاض فريق المدينة أمس الثلاثاء أول تدريب رسمي بكامل نجومه الجدد تحضيرا لبدء منافسات الدوري الليبي، وذلك بعد يوم واحد من تقديم النادي للاعبين في احتفاليات كبيرة. وكان نادي المدينة قد قدم لاعبيه الجدد المتعاقد معهم للموسم الرياضي الجديد في احتفالية بإحدى فنادق العاصمة طرابلس وبقيادة المدرب الوطني جمال خميس. أخيرا وفي كرة السلة، يواصل أهلي طرابلس معسكره الخارجي الأعدادي بتونس، حيث من المقرر أن يواجه اليوم البنزرتي التونسي في سادس مبارياته الودية. وكان أهلي طرابلس قدم مباراة ممتازة أمام الملعب النابلي رغم خسارته ب 68 نقطة مقابل 61. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية. عودة مجدد زميل أنس الدويمي، إليك أنس. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرؤوف على هذا الاستعراض الرياضي. ننتقل الآن إذن مشاهدينا إلى الزميل محي الدين علي. مرحبا بك الزميل محي الدين. مرحبا أنس. ماذا لديك اليوم في أخبار الطقس؟ الأمطار هي الأبرز يعني في نعم. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة الكرام أينما كنتم. لازالت كميات الأمطار وبعضها غزير كانت في مناطق الشمال الليبي وخاصة الشمال الغربي. إليكم هذه الكميات بالمليمتر، كانت في زوار الإرصاد 14، العجلات 13.5، رمال الإرصاد 16.5، الطويبية 17.7، زهر المركز 20، الناصرية 34، العزيزية 18.7، سبعة 5، ميناء طرابلس 3، حي الأندلس 10، والقربولي 20، والزنتان الإرصاد 36.5، المشاشية 52، مزغورة 7.5، صفر الإرصاد 62 وهي أكبر كمية، وسادن 23، الرجبان 25، سيدي السايح 16.3، الريانة 22، كذلك القلعة، الهضبة الإرصاد 8.2، وفي طرابلس كانت 5.7، مطار معتيقة 7، تاجورة البحوث كانت 4.5، غريال إرصاد 18.4، والقاسم 37.7، مسرات المدينة 43، مسرات المدينة 16، وفي البركات مسلاتة 14.9، وسوق الأحد 14، طمينة 15، الخمس الإرصاد 24.5، قصر أحمد 43، في مسرات البحوث 21، والزروق 30، كانت في مطار بنينة 18، المرز 7.5، وطبرق أيضا 7.5 مليمتر. ولازلنا نتوقع أمطار خلال هذه الساعات أو 12 ساعة قادمة على الأقل على الشمال الليبي والغرب والشرق. ننتقل الآن إلى مناطق أو خريطة توزيع السحب التي سنلاحظ ومن خلالها أن مناطق ليبيا تتأثر بامتداد لمرتفع جوي أو منخفض جوي. هذا المنخفض كان متمركز على مناطق الشمال الشرقي، أتى من جنوب أوروبا وتحرك ناحية الشمال، أدى إلى تقلبات جوية. الآن
لازال تأثيره واضح خلال هذه الساعات بسحب وأمطار في بعضها غزير على مناطق الشمال الغربي وبعض من مناطق الشمال الشرقي. كانت الفرصة مهيئة لسقوط أمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي، لكن هذه الفرصة تلاشت بعض الشيء، أو الأمطار الغزيرة تلاشت لبعض الشيء، بقيت مناطق الشمال الشرقي تشهد أمطار من جيدة أو من متوسطة إلى جيدة بإذن الله. الجنوب على النقيض تماما، سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح ستكون معتدلة السرعة فيما تكون نشطة على الساحلين الغربي والشرقي وأحيانا قوية خلال هذه الليلة، لكن يبدأ التحسن واضح خلال يوم الغد وخاصة بعد الظهر على الشمال الغربي الليبي. سيعود أو سيظهر مرتفع جوي يؤمن أجواء مستقرة خاصة الجمعة بداية الأسبوع القادم، إن شاء الله سترتفع الحرارة قليلا عما هو عليه خلال هذا اليوم ويوم الأمس. إذن الأمطار بإذن الله ستكون على العديد من المناطق خلال هذه الساعات. ننتقل إلى خريطة توزيع السحب، والتي سنلاحظ أين هي تمركز السحب. ستكون أو ستتمركز سحب هامة على مناطق الشمال وبعض من مناطق الشمال الشرقي. إذا نلاحظ خلايا من السحب تظهر باللون الأخضر، ودليل هذا على غزارة الأمطار في هذه المناطق، كذلك في بعض من مناطق الجبل، الجبل الأخضر بإذن الله تعالى سيكون البحر على الساحل الغربي لازال مضطربا، ارتفاع الموج لازال عاليا يصل إلى أكثر من 3 أمتار خلال هذه الليلة، تدريجيا خلال يوم الغد يعود إلى الهدوء ويكون أكثر هدوءا يوم الجمعة القادم. بينما الشمال الشرقي تنشط الرياح خلال هذا اليوم ليصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة أحيانا خاصة أثناء سقوط المطر على هذه المنطقة. درجة حرارة البحر تصل إلى 24 درجة مئوية بإذن الله تعالى. نشرة وقد تكاملت، لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، إذن بهذا وصلنا معكم إلى ختام العاصمة. إذا كانت لديكم أي صور، أي مقترحات، أي فيديوهات، ندعوكم للتواصل معنا على البريد الإلكتروني للبرنامج العاصمة@النبأ.tv. شكرا لكم على المتابعة، ودمتم في أمان الله.